إذا عندي باراجراف بدي أعمل له كادر أو بوردر، كيف بعمله؟ فوت على حيلا نقطة، حيلا كلمة بالباراجراف أو حرف، يعني بيكبس حيلا مطرح بالباراجراف، وبيجي لهون على البوردر مثلا بنقيها 4، بطلع لي هيك شكل. أو مثلا ما بدي إياه، كنترول زد، بدي هيدا نفس الشي، حيلا مطرح وبنقي البوردر، كون عملت له بورد. بس مثل ما مبين هيدا البوردر كتير ضعيف، إذا أنا بدي عدل فيه أعمل فيه شوية ديزاين، بيجي لهون مثلا رح نقي شادو، حفوت نقي مثلا شكل بدي إياه تقريبا هيك، كولر بدي إياه مثلا أزرق، كتير تخين خليني زغره شوي، أعمل 2.5، وبدي غير الكلمات اللي بقلبه، بيجي لهون بنقي الكولر مثلا خلينا نعملهم أخضر وعملوا أوكي. شفتوا بيعملوا هذا الشكل، بيميزوا، بيعمل له بوردر على بقية. طيب هلا إذا بدي أعمل بوردر للبيج كلها، بيجي للديزاين، بلاقي هون عندي بيج بوردر، بصح بلاقي إنه فتح لي هي ذاتها، بس فتح لي إياها على البيج بوردر. يعني أنا بقدر أفهم إذا كنت حيلا مطرح، أنا مجرد ما أعمل فوت على الهوم، افتح هاي، في اذا جيت قلت له page border، كن وصلت لنفس النتيجة. هلا اذا ما رح تغلبط، اعمل الطريقة اللي بدك اياها. اعمل كمان تبقول فيها شادو، بس هحط البوردر هيك مثلا، حط لونه ما بعرف مثلا هذا اللون، سماكي في سمكو شوي، وحط اوكي، بلاقي انه اعطاني بوردر مش للصفحة بس، لكل الصفحات. طيب في منهم ببين في عنا بوردر شوي في عنده ديزاين مختلف، يعني ستايلش ومدري شو. إلنا نفس الطريقة، بيجي لهون نقي بوردر، بيج بوردر، بس ما بقعد بنقي منها، بيجي بنقي على الار، نقي مثلا الشكل اللي بدي اياه، افترض شجر، بقول له اوكي، فيك تسمك وفيك ترفعه مثل ما بدك، بقول له اوكي.